طيب حلو قوي. التمارين بتاعت البطن من العضلات اللي انا اعرفها اللي هي ما بتتحركش كتير، يعني اللي هي عنيدة. نايمه، فاحنا لازم نفوقها. واحنا عندنا في مصر كمان للاسف الشديد الكرش بالذات للرجاله من اكتر الحاجات اللي يعني بنلاحظها كتير كومن عندنا. بصراحه. نراجع بقى الثقافة، راجع للايف ستايل، راجع لحاجات كتيرة جدا. ازاي اغير ده يعني برضو بالراحة علشان الناس تمام. مش مرة واحدة يجي شهر. بص، هو موضوع الكرش عموما ده يعني احنا لسه في ناس عندها معتقد اللي هو اللي انا بتمرن بطن كتير، يعني ممكن اعمل في اليوم 50 60 عدة بطن كل يوم، اللي الموضوع ده هيطلع هينسف الكرش بتاعي. لا، هو اهم حاجة لازم النظام الغذائي. يعني النظام الغذائي ده اهم، انا بقول 80% هو نظامك الغذائي، بعد كده تمارين المقاومة بتاعتك اللي انا بقوي المنطقة دي. لكن بجانب الاكل وبجانب التمارين وبجانب كمان تمارين الكارديو، يمكن عملناها قبل كده في حلقة اللي هي الهيت كارديو اللي هي الهاي انتنستي انترفال تريننج، التمارين بعلي فيها مستوى ايه ضربات القلب بتاعتي. ايوه، ده اللي هو بيبقى تسخين قبل حتى التمرين لازم بنعمله، بيكون بعد التمرين دايما. فاهم حاجه عندك عشان تقدر تنزل المنطقه دي، منطقه البطن. البطن عندنا اي حد منه عند من في في مننا عنده عضلات بطن بس عليها طبقه من الدهون. عشان اقدر اشيل الطبقه دي كلها محتاجه ان انا امشي على نظام غذائي كويس بجانب التمارين اللي احنا بنعملها. يعني الموضوع لا يخلو من برضه لازم ريجيم، لازم اهم حاجه لازم اظبط الاكل بتاعي. وكمان في حاجه يمكن كتير الناس مهمله فيها اللي هي منطقه البطن. احنا عندنا منطقه الكور، منطقه الكور مش اللي هي البطن بس، منطقه الكور عندنا بتشمل كل عضلات البطن باللور باك، بعضلات الجناب عندنا. المنطقه دي لازم لو هي عندنا بنعتبرها المثبت للجسم كله. لو هي عندنا المنطقه دي قويه فمش هنلاقي عندنا الام في ظهرنا، مش هنلاقي عندك الام في الفقرات في الكلام ده كله. فلازم اقوي المنطقه دي كلها لانها هي المثبت للعمود الفقري بتاعنا والجسم احنا كله. هنمشي واحده واحده عشان الناس يعني ايه ما تتوهش. والفقر دي يمكن مش هقول اكتر للرجاله بس يعني مشكلتها اكتر يمكن الرجال هم اللي بيعانوا منها. فاول حاجه قلنا الرجيم تمام. وواحده واحده حتى نبدا عشان ما نكرهش الموضوع، ما يبقاش ضغط علينا، عشان مستمر معاك مدى الحياه على طول. وتمرينات معينه نعملها، ده بيبقى للبطن. يوميا حتى في البيت يوميا، ده يوميا. احنا ممكن نقسم التمرينات دي لجزئين. هعمل تمرينات الاول اللي هي منطقه الكور زي ما قلنا، منطقه البطن واللور باك، وبعد كده نبدا في تمرينات البطن. طب هنبدا دلوقتي نشوف، نبدا نجرب. ماشي يلا. بص، هو اول تمرين هنعمله منطقه الكور بيكون بوضعيه الثبات في نفس تمرينه الضغط، بس انا بطلع في وضعيه البلانك بوزيشن كده، بخلي ايدي تحت كتفي بالظبط، رجليا جنبي، وبثبت ظهري خالص، ظهري مفرود، شدد عضلات البطن بتاعتي، بحاول اثبت على قد ما اقدر من 30 ثانيه لدقيقه. طب دي سهله جدا صح؟ دي سهله، دي عشان تقويه الكور. ما قدرتش اعمل، ممكن انزل في وضعيه البلانك كده. اوكي، نفس النظام برضو كده، ده تمرين عشان منطقه الكور. هعمل تمرين تاني اسمه تمرين الفي هولد، برفع رجليا فوق كده، ظهري عايزه مفروض على الاخر كده. طب لو مش قادر انا اعمل نفس الوضعيه لا دي صعبه بقى. ممكن اثني ركبتي سنه بسيطه بس دايما محافظ على وضعيه الظهر بتاعتي وباصص لقدام وشادد على الايه البطن بتاعتي. والنفس دايما في اخطاء كتير ناس بتقع فيها اللي هي طريقه النفس. لازم دايما بتنفس، اللي انا ما بكتمش نفسي وانا بتمرن. طب مش قادر انا اعمل نفس الوضعيه دي، ممكن اسند كمان بايدي كده فسهلتها بقى. انا عملتها بثلاث مراحل. اوكي، اول واحده لو حد ادفانسد بيقدر يعملها كده، حد مش قادر ممكن ينزل ركبته كده وظهره مفروض، مش قادر على الاخر لو حد لسه مبتدئ بيخلي ايده ايه جنبه كده. تالي مفيش اسهل من التمرينات دي، ولا بنتحرك ولا بنعمل حاجه، احنا ثلاث تمارين كده احنا عملناها بس بتفرق صح كده. دي للكوره. هنبدا بقى تمرينات للبطن. احنا عارفين اهم حاجه يعني اي تمرين احنا بنشتغله للبطن عموما هو بيشغل اجزاء البطن كلها. يعني بس عشان لو عايزين مثلا نركز على جزء مثلا زي اللور ابس، فبنزل على ظهري بضم رجليا كده، ببدا اسحب رجلي على بطني. رجلي تبقى مقفوله رجليا مضمومه. ايوه، بسحب ركبتي على ايه؟ على بطني بس. أوكي، مش عايز انزل برجليا تحت، يعني ما اخليش رجليا تلمس الارض. ممكن نعد 10 عدات، 1 2. تمام، وممكن نفردها ونطلع وننزل. هعمل تمرين الليج ريزز. انا بعملها في الجيم. لو قدرنا هنطلع كده بالظبط وانزل، بس برضو مش عايز رجليا تلمس الارض، وبرضو شغال والنفس بتاعي شغال، وتاكد ان الظهر كله سبورت على الارض، موازي الارض. رجلي وانا برفعها بتبقى مضمومه برضو. مضمومه للجنب ومفروده. اوكي، وظهري كله مفروض على الارض. هندخل تمرين تاني
لعضلاتي الجانبيه بقى، وده برضو هعمله للناس اللي هي بتقدر تعمل التمرين ده بالوضعيه دي، سايد بلانك، رجليا مفروده كده، هحس ان جسمي كله على خط واحد، كوعي تحت كتف بالظبط، ظهري كله مفرود، حاطط ايدي هنا. طب لو انا مش قادر اثبت بنفس الوضعيه دي، ممكن اعملها للناس واحد مبتدئ، بضم رجلي كده وابدا اطلع واثبت كده، احاول كل فتره اللي انا ازود في عدد الايه الثواني يعني بتاعتي، يعني دقيقه ثواني. يعني في البدايه لو حد لسه مبتدئ هو مش هيقدر يكمل دقيقه، فانا دايما مثلا ببدا ب 20 ثانيه، بعد كده ازود شويه كمان. عندي تمرين كمان هيل تيب، بخلي رجليا تحت هنا تحت ركبتي، ببدا اطلع اعمل تاتش يمين. ده بقى للويست، ده بيعمل ويست حلو، ده عشان عضلات الاوبليكس، عضلات الجوانب. ببدا المس يمين وشمال، ممكن اعملها بتكرارات بالعدد، ممكن اعملها برضو لمده 30 ثانيه شغال كده، اعمل من مجموعتين لثلاث مجموعات. كويس جدا، ودايما محافظ على الايه النفس بتاعي.